السلام عليكم. وصلنا إلى Securing TCP Connections باستخدام الـ SSL. الـ SSL بصورة عامة هي ما تسمى بـ Secure Socket Layer. هي تعتبر واحدة من أهم البروتوكولات الـ Security الموجودة في الشبكات، طبعا مستخدمة بشكل كبير جدا، ويفترض يعني أغلب الـ Browsers والـ Web Servers هي تستخدمها اليوم. تستخدم الـ HTTPS اللي هو Secured. Billions of dollars per year over SSL، يعني أغلب الاتصالات المهمة في الشبكات في العالم واللي هي مليارات الدولارات سنويا تتم باستخدام الاس اس ال. الميكانيكيه اللي لهذا البروتوكول تم يعني ابتكارها او اقتراحها من قبل وو سنه 1994. الامبلمنتيشن اول ما تم تطبيقها في النت اسكيب براوزر، ويب براوزر في ذلك الوقت يعني. الفاريشنز او التغيرات اللي حصلت عليها هو الجيل الجديد يعتبر كانه، او التطوير اللي عليها اللي يسمونه ترانسبورت لاير سكيورتي تي ال اس، واللي تم تعريفه بال request for comment 2246. هذا البروتوكول يوفر لنا ال confidentiality, integrity وال authentication، يعني هن هذني كل الأمور الرئيسية الثلاثة اللي احنا نحتاج انه نوفرهن في الشبكات، اللي هي ال confidentiality السرية، ال integrity تكامل البيانات والتأكد من صحتها، وال authentication اللي هو التأكد من هوية المتصل به يعني في الطرف الآخر. الأهداف الرئيسية لهذا البروتوكول هي أول شيء الويب إي كوميرس ترانزاكشنز، اللي هي التبادل المراسلات أو التبادلات التجارية في الويب. الانكريبشن طبعا التشفير، يعني especially credit card numbers، يعني خصوصا لأرقام يعني الكريدت كاردز اللي هي أرقام الكارتات الحسابات. ويب سيرفر اوثنتيكيشن اللي هو التأكد من هوية المتصلين بالويب سيرفرز. اوبشنال كلاينت اوثنتيكيشن، يعني ايضا التاكد من هويه الكلاينتس، ولكن هذا الشيء اوبشنال يعني اختياري، ممكن انه يعني يتم توظيفه او برمجته في الويب براوزرز او لا يتم ذلك. مينيمم هاسل ان ذا دوينج بزنس وذ نيو ميرشنتس، يعني تقليل المشاكل الى الحد الادنى عند اجراء البزنس او الشراء والبيع مع نيو ميرشنتس، مع يعني اطراف جديده. طبعا available to all TCP applications، متوفرة لكل تطبيقات ال TCP، واللي هي توفر لنا ما يسمى بال Secure Socket Interface اللي هي واجهة المقابس الآمنة. تلقائيا طبيعيا في طبقات الشبكات يكون عندنا طبقة ال Applications اللي هي طبقة التطبيقات، تتصل مباشرة مع TCP وبعد ذلك تأتي لل IP. بوجود ال SSL راح يكون عندنا واجهة مثل ما ذكرنا، Interface هي واجهة ما بين التطبيقات يعني ال Application Programming Interface وال TCP، بحيث انه الـ SSL توفر لنا Application Programming Interface الى الـ Applications، واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالـ Applications، واللي تسهل لنا عمل المبرمجين في تطوير تطبيقات توفر خاصية الـ Security أو الأمنية في الشبكات. هناك الكثير من مكتبات الـ C والـ Java المتوفرة، أو المكتبات أو الكلاسات المتوفرة فعلا، والتي يمكن استخدامها لبرمجة التطبيقات التي تستخدم الـ SSL. عادة طبعا كل اللي ذكرناه لحد الآن نستطيع توفير ما يسمى بال pretty good privacy، يعني الكثير من الاوثنتيكيشن، الكثير من الديجيتال سيجنتشر يمكن تحقيقه، إلا أنه كل اللي افترضناه حاليا أنه احنا عندنا رسالة معينة صغيرة أو كبيرة يتم تشفيرها بعدة أنواع من الكيز، يعني private keys, public keys, symmetric keys، وإرسالها في الإنترنت. إلا أنه ما الذي يحصل إذا كنا نريد إرسال byte streams اللي هي يعني سيل من البيانات، خصوصا إذا كان لدينا يعني فيديو او اوديو او ملتي ميديا بصوره عامه، او انتراكتيف داتا اللي هي مثلا انستانس مسجنج اللي هي مراسلات متبادله يعني، او الفيديو كولز. هذه طبعا تحتاج تقنيات جديده للتعامل معها. ماذا اذا كنا نريد سيت اوف سيكريت كيز فور ذا انتاير كونكشن، اذا كنا نريد يعني مفاتيح سريه للاتصال كله يعني، وليس لرساله واحده فقط. يعني احنا ذكرنا احنا انه هذه اغلب هذه الكيز يتم تبديلها لكل رساله، يعني بعد كل رساله هناك كي جديد، وبالتالي هذا قد تؤدي الى حصول يعني لود كبير على الشبكه. ما الذي يحصل اذا كنا نريد ان يكون هناك لدينا مجموعه من المفاتيح للاتصال كله يعني، وليس لرساله واحده فقط؟ ما الذي يحصل اذا كنا نريد certificate exchange as part of the protocol او handshake phase؟ ما الذي يحصل اذا كنا نريد أن يكون لدينا تبادل بيانات في كجزء من البروتوكول، بحيث أنه يكون فيه certification، أي أنه نتأكد من الطرف الآخر وصحته والموثوقية الخاصة به؟ هنا يظهر أدنى ما يسمى بالـ SSL، وهنا راح نأخذ بالبداية في توي SSL اللي هو يعني فد بروتوكول مبسط أو شرح مبسط للـ SSL إذا كان لدينا فد اتصال صغير جدا اللي هو Simple Secure Channel. بعد ذلك راح نأخذ الـ Real SSL. إذا كان لدينا Simple Secure Channel اللي هو يعني رابط اتصال مؤمن بسيط، راح يكون عندنا ما يسمى بالهاند شيكينج.
اللي هو في البداية يعني الهاند شيكينج هي المصافحة يعني أو تبادل البيانات في البداية. أليس وبوب يستخدمون السيرتيفيكيتس الخاصة بهم والبرايفت كيز وللأوثنتيكيشن يعني لتأكيد الشخصية. بعد ذلك يقومون بتبادل الشيرد كيز اللي هو المفاتيح المشتركة. يحصل عندنا ما يسمى بالكي ديريفيشن اللي هو اشتقاق المفاتيح، المفاتيح السرية أو المفاتيح العامة. أليس وبوب يستخدمون الشيرد سيكريت كيز لاشتقاق مجموعة من المفاتيح الأخرى، يعني بعد ما تقاموا بتبادل المفاتيح السرية فيما بينهم يقومون باشتقاق مفاتيح أخرى يعني باستخدام المفاتيح التي تم تبادلها فيما بينهم. بعد ذلك تحصل عندنا داتا ترانسفير، نقل البيانات. الداتا to be transferred is broken into a series of records. البيانات التي يتم تناقلها يتم تجزئتها إلى مجموعة من السجلات، واللي هي يعني تقدر تسميها packets أو segments أو غيرها. احنا هنا ممكن انه تسميها segments لأنه احنا في الطبقة الرابعة في الـ TCP. connection closure اللي هو قفل الاتصال أو يعني إنهاء الاتصال باستخدام special messages للتأكد من يعني غلق الاتصال بشكل آمن، لأنه إذا بقي الاتصال مفتوحا ولم يتم إغلاقه بشكل آمن ممكن أنه هنا يأتي ترودي أو الطرف الثالث للدخول والتلاعب وإرسال أو استقبال بيانات اللي هي غير مرغوب بها. يعني هنا أكو simple handshake إذا كان لدينا تبادل بيانات بأبسط صوره، راح تكون عندنا رسالة حلو من الطرف الأول، الطرف الثاني راح يرسل public key certification، الطرف الثالث راح يقوم بإرسال يعني باستخدام public key وتطبيقه على الماستر سيكريت لإنتاج ما يسمى بالإي إم إس اللي هو الإنكريبتد ماستر سيكريت، فيتم إرساله إلى بوب. بعد ذلك تبدأ عملية تبادل البيانات. هنا يحصل عندنا مثل ما ذكرنا الخطوة الثانية اللي هي الكي ديريفيشن اللي هو اشتقاق المفاتيح. طبعا considered bad to use the same key for more than one cryptographic operation. مثل ما ذكرنا سابقا إذا كنا نتحدث عن رسالة واحدة فيمكن استخدام the same key لهذه الرسالة، إلا أنه بشكل طبيعي إذا كان لدينا سيل من الرسائل فيعتبر هو من السيء استخدام نفس المفتاح لأكثر من عملية تشفير واحدة، وبالتالي احنا نحتاج إلى different keys for message authentication code اللي هو الـ MAC and encryption. طيب احنا كيف نستطيع يعني الحصول على مفاتيح مختلفة يعني public key, private key, shared key أو symmetric key؟ هنا نستخدم ما يسمى بالكي ديريفيشن اللي هو احنا بعد ما قمنا بتبادل السيكريت كي في البداية بين اليوزر، يعني هنا بعد ما تم تبادل الانكريبتد ماستر سيكريت، هذا راح يتم استخدامه لانتاج ما يسمى باربع مفاتيح اللي هن الكي سي اللي هو انكريبتد كي فور داتا سنت فروم ذا كلاينت تو ذا سيرفر اللي هو مفتاح التشفير للبيانات المرسله من الكلاينت الى السيرفر، الام سي اللي هو الام اي سي كي فور ذا داتا سنت فروم كلاينت تو سيرفر، هذا يعتبر هو الام اي سي اللي هو مثل ما ذكرنا سوري اللي هو المسج اوثنتيكيشن كود، فهذا يعتبر المفتاح لتشفيرها ثم ارسالها من الكلاينت الى السيرفر. بعد ذلك يجينا الكي اس اللي هو المفتاح التشفير المستخدم لارسال البيانات من السيرفر الى الكلاينت، واخيرا الام اس اللي هو المفتاح المستخدم لتشفير الام اي سي المرسله من السيرفر الى الكلاينت. فراح يكون عندنا اربع مفاتيح لتشفير البيانات المرسله من الكلاينت الى السيرفر وبالعكس. هذان الكي ديرايفد فروم ذا كي ديريفيشن فانكشن، هذان المفاتيح الاربعه يتم اشتقاقهن باستخدام داله اشتقاق المفاتيح اللي هي الكي دي اف، هذه تأخذ الماستر سيكريت اللي يتم تبادله في البداية and possibly some additional random data and to create the keys. تأخذ الماستر سيكريت هذا اللي هو تم تبادله هنا يعني الماستر سيكريت والانكريبتد ماستر سيكريت يتم أخذه، وربما يعني محتمل يعني هذا الشيء ليس أكيدا بعض البيانات الـ additional random data بيانات عشوائية أخرى لإنتاج أو توليد هذه المفاتيح الأربعة. هنا نلاحظ بأنه الداتا ريكوردز مثل ما ذكرنا أنه البيانات الخاصة بالاتصال سيتم تقسيمها إلى ريكوردز. Why not encrypt data in a constant stream as we write in TCP؟ لماذا لا يتم تشفير البيانات بشكل يعني بشكل constant stream مثل ما هو يحصل في TCP؟ لعدة أسباب. أولاً أين سنقوم بوضع الـ MIC؟ إذا كان في النهاية فإنه no message integrity until the data is processed. إذا وضعنا الـ MIC في نهاية الرسائل هذا يعني أنه لن نتأكد من صحة الرسالة حتى نستلم الرسالة كاملة، وبالتالي هذا الشيء قد يكون متأخرا لأنه إذا كانت هناك رسالة اختراق أو رسالة مشبوهة فننتظر أنه نستلم الرسالة كاملة ثم بعد ذلك نتأكد من MIC. بعض الأحيان يكون هذا الشيء too late يعني متأخر جدا. كذلك المثال أنه بالنسبة للإنستانت مسجنج، كيف نستطيع التأكد من مصداقية الرسالة قبل أن نقوم بعرضها للمستخدم؟ إذا كنا ننتظر أنه تأتي رسالة كاملة ثم نختبر الانتجريتي فهذا الشيء راح يكون متاخر جدا، وبالتالي لا نستطيع استخدام نفس الانكريبشن الموجود في TCP، وبالتالي نحتاج الى الاس اس ال.
بدلا من ذلك سنقوم بتقسيم الستريم الى مجموعه من الريكوردز مثل ما ذكرنا. نقسم سيل البيانات الى مجموعه من السجلات، كل ريكورد يحتوي على ام اي سي خاص به، وهذا الريسيفر راح يستطيع ان يعمل يعني اكت اون ايتش ريكورد از ات از ارايفد، بحيث انه الام اي سي بدل انه يكون خاص بالبيانات كلها راح يتم تقسيم البيانات الى ريكوردز، وكل ريكورد راح يكون الى ام اي سي خاص به، وبالتالي سنستطيع التاكد من الانتجريتي اللي هو مصداقيه او وثوقيه كل جزء من اجزاء الرساله حال ما يصل. المشكله هنا انه ان ريكورد ريسيفر نيد تو ديستينجويش ماك فروم داتا وونت تو يوز فاريبل لينث ريكوردز. هنا المشكله انه شلون راح نقدر نميز البيانات عن الماك، ايضا نستطيع كتابه اللينث اللي هو يعني الطول الخاص بالبيانات والطول الخاص بالام اي سي، وبالتالي يستطيع الريسيفر تمييز حجم البيانات وحجم الام اي سي الخاص بها. هنا ايضا راح نحتاج ما يسمى بالسيكونس نمبرز اللي هي الارقام التسلسليه الخاصه بالريكوردز، لانه المشكله اللي راح تكون عندنا البروبلم الاتاكر كان كابتشر اند ريبلاي ريكوردز او ري اوردر ريكوردز. الاتاكر اللي هو المان ان ذا ميدل يمكن ان يقوم بمسك البيانات واعاده ريبلاي ريكوردز او ري اوردر، يعني اعاده ارسالها مره اخرى مثل ما ذكرنا المان ان ذا ميدل اتاك، او يقوم باعاده ترتيبها وبالتالي ارسالها الى الطرف الاخر، فقد تكون هذه الرسائل مشوهه او لا تحمل نفس المعنى الذي ارسلت به في البدايه. الحل لهذه المشكله انه نستخدم سيكونس نمبرز بالماك، بحيث انه الماك راح يحتوي ام اكس والسيكونس نمبر ثم الداتا. نوت نو سيكونس نمبر فيلد، هنا نلاحظ بانه اكو عندنا سيكونس راح يكون مشفر في داخل ام اي سي. المشكله ايضا اللي تواجهنا انه الاتاكر كود ريبلاي اول ريكوردز، الاتاكر يستطيع ان يقوم بعمليه ريبلاي اللي هو تمرير الرسائل نفسها القادمه من المرسل الى المستقبل مثل ما هي كلها. هنا ايضا مثل ما ذكرنا سابقا نقدر نستخدم الناونز اللي هو رقم لا يتكرر الا مره واحده في الحياه، وبالتالي راح نستطيع من خلاله منع هذا الاتاكر من القيام بهذا الهجوم. الكنترول انفورميشن ايضا نحتاج انه نضيفه، وهنا ممكن يكون عندنا ما يسمى بالترانكيشن اتاك اللي هو انه يقوم ب الاتاكر يقوم ب فورج تي سي بي كونكشن كلوز سيجمنت. الترانكيشن انه القطع او القص، بحيث انه الاتاكر يستطيع ان يقوم ب ارسال رساله مزيفه اللي هي تدل على كلوز كونكشن، مما يعني انه الطرف الاخر راح تاتي رساله اغلاق فيستنتج انه اوكي تم اغلاق الاتصال، وفي حين يقوم الاتاكر باخذ بقيه المعلومات اللي لن يستلمها المستلم الاصلي. One or both sides thinks there is less data than there is actually. يعني واحد احد الاطراف الاتصال او كلاهما سيعتقد بان هناك بيانات اقل من الحقيقيه، لانه الجزء الاخر سيستلمه الاتاكر اللي هو المان ان ذا ميدل بعد ان ارسل رساله اغلاق لطرف احد اطراف الاتصال. الحل لهذه المشكله بانه ريكورد تايبس وذ وان تايب فور كلوجر، راح نقوم بتغيير انواع البيانات او انواع الريكوردز، بحيث الريكورد الخاص بالبيانات يكون الى نوع معين، والريكورد الخاص بالكلوجر سيجنال او الكلوجر مسج اللي هو رساله الاغلاق راح يكون له نوع مختلف. راح يكون عندنا تايب 0 للبيانات وتايب 1 للكلوجر. تايب 0 يعني نوع الاتصال، اذا كان تايب 0 فمعناتها هناك بيانات يتم ارسالها، اذا كان تايب 1 فهذا يعني على انه هي رساله اغلاق، بحيث انه الماك بهذه الحاله راح يكون ايضا الماك الاصلي الام اكس السيكونس والتايب والداتا. تلاحظ انه هنا قاعد نزيد من التفاصيل لشرح هذا التوي اس اس ال، فقط لتوضيح يعني لماذا نحتاج كل هذه التفاصيل الموجوده في هذه الرساله. يعني شيء طبيعي انه مجرد انه نقوم بارسال رساله في البدايه، بعدين استنتجنا انه ارسال الرساله لوحدها سيعرضنا الى اتاكينج اللي هو هجوم من الطرف الثالث او المان ان ذا ميدل. بعد ذلك قلنا انه سنقوم بتشفير الرساله كامله، ايضا استنتجنا انه هذا الشيء لا يمكن حصوله كما يحصل في التي سي بي الاصلي بدون الاس اس ال، وذكرنا الاسباب. بعد ذلك ذكرنا انه نحتاج السيكونس نمبر، بعد ذلك ذكرنا انه نحتاج الكنترول انفورميشن، فتلاحظ انه هذا تفاصيل الرساله اللي يتم ارسالها في كل مره تزيد عن المره اللي سابقه بسبب وجود مشاكل وقاعد نحاول انه نعالجها. في النهايه هذا التوي اس اس ال اللي هو مختصر عن الاس اس ال راح يكون في الهاند شيكينج او التبادل البيانات اللي بيه كالاتي. الطرف الاول راح يرسل رساله هلو، الطرف الثاني راح يقوم بارسال السيرتيفيكيت والناونس، الناونس اللي ذكرنا الرقم الغير قابل للتكرار والسيرتيفيكيت، راح يتم استخدام هذه المعلومات لارسال الاي ام اس تايب 0 سيكونس 1 داتا الداتا مره اخرى. بعد ذلك هنا راح ايضا يتم تبادل البيانات داتا 1 هنا تايب 0، طبعا تايب 0 تدل على انه هي بيانات تايب 0، واخيرا تايب 1 معناتها كلوز، وايضا راح يجاوبه تايب 1 كلوز من الطرف الاخر. هذا التوي اس اس ال ازنت كومبليت، يعني هذا التويز اس اس ال اللي شرحناه لحد الان هو يعتبر غير كامل وغير مكتمل. ليش؟ لانه عندنا المشاكل التاليه. اول شيء هاو لونج ار فيلدز، هذه الفيلدز اللي احنا تحدثنا عنها
كل واحد مئة كم يكون الحجم الحقيقي له أو الحجم الطبيعي له، لم يتم الحديث عنه لحد الآن، واللي راح نتحدث عنه إن شاء الله في الأساس أيضا الكامل بعد هذا السلايد. Which encryption protocols، ما هي البروتوكولات التشفير اللي راح نستخدمها؟ Want negotiation، يعني هل هناك عملية نقاشات تحصل بين الكلاينت والسيرفر؟ هل نسمح للكلاينت والسيرفر بأن يدعمون مختلف الخوارزميات التشفير؟ هل نسمح للكلاينت والسيرفر بأن يختارون خوارزمية محددة قبل إرسال البيانات؟ هذه كلها الأجوبة راح نجاوب عليها في الـ SSL الحقيقي اللي هو يستخدم عادة الـ SSL ما يسمى بالسايفر سيوت، اللي هو طقم التشفير الخاص بالـ SSL. السايفر سيوت هو عبارة عن Public Key Algorithm، Symmetric Encryption Algorithm وMAC Algorithm، يعني هنا نسميه طقم سيوت مثل الـ TCP سيوت أو الـ OSI سيوت، لأنه يحتوي على مجموعة بروتوكولات سوية أو مجموعة خوارزميات. فطقم التشفير الخاص بالـ SSL راح يحتوي على خوارزمية تشفير بالمفتاح العام، وخوارزمية تشفير بالمفتاح المتماثل، وخوارزمية تشفير بالـ MIC اللي تحدث عنها قبل قليل في الـ 2A SSL. الـ SSL supports several cipher suites، هنا الـ SSL راح يحتوي على عدة أطقم من يعني للتشفير، ويحصل عندنا ما يسمى بالـ negotiation اللي هو نقاش بين الكلاينت والسيرفر للاتفاق على cipher suite. هنا تلاحظ أنه هذا الـ negotiation الذي يحصل في البداية بين الكلاينت والسيرفر راح يصعب عملية الاختراق من قبل الطرف الثالث، لأنه هناك مجموعة من الأطقم وفي داخل كل طقم مجموعة من الخوارزميات، يتم اختيار طقم معين وخوارزمية معينة، بالتالي يعني تزداد كمية الخيارات التي يحتاج أنه الأتاكر أنه يختبرها كلها لكي يعرف ما هو الانكريبشن المستخدم في الاتصال. طبعا الكلاينت offers choice، server picks one، يعني الكلاينت يقوم بعرض مجموعة من الخيارات والسيرفر يختار واحد منهم، يعني من هذه السيوتس وكل واحدة منها في داخلها algorithms. هنا اكو common SSL symmetric ciphers، هذا واحد من الاطقم المستخدمة، يستخدم DES اللي هو data encryption standards، وبعد ويحتوي ايضا على 3DES اللي هو triple strength block، RC2 اللي هو reversed cipher 2، reversed cipher 4 هذا الستريم، و SSL public key encryption اللي هو RSA. هذا هو احد السيوتس الشائعه المستخدمه بشكل كبير. هنا الريال اس اس ال راح يكون الهاند شيكينج كالاتي. اول شيء الغرض من عنده هو يحصل لنا سيرفر اوثنتيكيشن، توثيق السيرفر، نيغوشيشن الاتفاق على الكريبتوغرافي الجوريثم، استابليش كيس، وكلاينت اوثنتيكيشن، هذا يعتبر اوبشنال. هذه هي الخيارات الاربعه او الاهداف الاربعه من هذا الاس اس ال الحقيقي. اولا بالنسبه للكلاينتس راح يقوم بارسال مجموعه من الخوارزميات التي يدعمها طالما مع الكلاينت ناونس، رقم الناونس الخاص بالكلاينت. السيرفر راح يختار الخوارزميات من احد الخوارزميات او مجموعه من الخوارزميات من هذه القائمه، ويقوم يعني بالارسال الى الكلاينت الخيارات التي قام باختيارها والسيرتيفيكيت والسيرفر ناونس. بعد ما تم تبادل هذه البيانات، الكلاينت راح يقوم بالتاكد من السيرتيفيكيت الخاص بالسيرفر، يقوم بالحصول على البوبليك كي الخاص بالسيرفر، يقوم بتوليد البري ماستر سيكريت، وايضا يقوم بتشفير السيرفرز بوبليك كي ويقوم بارساله الى السيرفر. فتلاحظ هنا كل هذه العمليات هو مجرد تبادل لل يعني الالجوريثمز، ويعني هي مجرد نيغوشيشن بين الكلاينت والسيرفر. الكلاينت والسيرفر اندبندنتلي كومبيوت ذا انكريبشن اند ماك كيز فور ذا بري ماستر كي او بري ماستر سيكريت اند ناونس، يقوم كلاهما ب يعني الكلاينت والسيرفر يقوم كلاهما بشكل مستقل بحساب الانكريبشن والماستر كيز او الام اي سي كيز. بعد ذلك الكلاينت يقوم بارسال الام اي سي لكل الهاند شيكينج مسج، والسيرفر ايضا يقوم بارسال الام اي سي الخاص به لكل الهاند شيكينج مسج. بالتالي هنا بعد تحقيق كل هذه الخطوات الخمسه راح يتاكد كلاهما الماستر الكلاينت والسيرفر من ان الطرف الاخر هو الطرف الحقيقي الذي هو كان ينوي يعني في البدايه الاتصال به. اخر خطوتين هنا حصلت عندنا هذه، انه الماستر يقوم بالكلاينت يقوم بالارسال الام اي سي الخاص به، والسيرفر يقوم بالارسال الام اي سي الخاص به. نستخدمها لحمايه الهاند شيكينج فروم تامبرنج، يعني لحمايه الهاند شيكينج او المصافحه او تبادل البيانات بين الكلاينت والسيرفر من التلاعب، لانه الكلاينت تيبيكالي اوفرز ا رينج اوف الجوريثمز سام سترونج اند سام ويك. بالبدايه مثل ما عرفنا انه الكلاينت يقوم بعرض مجموعه من خوارزميات التشفير، بعضها قويه وبعضها ضعيفه. المان ان ذا ميدل يعني الرجل في الوسط يستطيع حذف الخوارزميات القوية من القائمة وإرسال قائمة تحتوي على الخوارزميات الضعيفة فقط، وبالتالي يستطيع اختراقها بسهولة.
اخر خطوتين هدفها منع ذلك، لانه الرسائل راح تكون مشفره، وبالتالي حتى النيغوشيشن الذي يحصل في البدايه لن يكون مكشوفا للمان ان ذا ميدل. هنا ايضا واي تو راندوم نونسز، ليش نحتاج اثنين راندوم نونسز، واحد منهم للكلاينت والاخر للسيرفر؟ اول شيء نفترض انه ترودي مان ان ذا ميدل سنفس، يعني يقوم بشم او تفحص كل الرسائل بين اليس وبوب. في اليوم الثاني ترودي يستطيع ان يقوم ب يعني انشاء تي سي بي كونكشن مثل اللي كان موجود في اليوم السابق مع بوب، ويقوم بارسال اكزاكت سيم سيكونس اوف ريكوردز، يقوم بارسال نفس تسلسل الريكوردز اللي كان اللي تم تبادلها في اليوم السابق. فاذا فرضنا انه بوب هو شركه امازون مثلا، راح يعتقد ان اليس قامت بطلب نفس الاوردر او نفس السلعه مرتين اذا كنا نستخدم ناونس واحد. الحل انه عندما يقوم بوب بارسال ديفرنت راندوم ناونس لكل اتصال، هذا يعني انه الانكربشن كي تو بي ديفرنت اون ذس تو دايز. اذا ارسلنا ناونس مختلف في اليوم الاخر، بالتالي الانكربشن كي راح يكون مختلف، وبالتالي في اليوم الثاني راح يفترض انه يكون لدينا انكربشن كي مختلف. وبالتالي حتى اذا ترودي الاتاكر حاول انه يرسل نفس الرسائل التي ارسلت قبلها بيوم، راح يفشل في تجاوز الانتجريتي تشيك اللي هو فحص التكامل او الوثوقيه من طرف بوب، او اللي هو في هذه الحاله هو شركه امازون مثلا. هنا نتلاحظ بانه مثل ما ذكرنا، يعني هنا التوضيح رسومي عن الشيء اللي يحصل في الاس اس ال، هو انه راح يقوم بتقسيم البيانات الى ريكوردز، وكل ريكوردز راح يكون هو عباره عن داتا فراجمنت اضافه للام اي سي، داتا فراجمنت والام اي سي الخاص بها، وكذلك الداتا فراجمنت والام اي سي اللي هي راح تكون انكربتد داتا راح يضاف لها ريكورد هيدر. الهيدر اللي هي المعلومات الرئيسيه اللي تحتوي على الكونتنت تايب، اللي مثل ما ذكرنا اذا كان 0 معناتها بيانات، واذا كان 1 معناتها كلوجر. الفيرجن المستخدم، اللينث طول البيانات، الام اي سي راح يكون يتضمن السيكونس نمبر والام اي سي كي الام اكس. الفراجمنت هو عباره عن يعني الاجزاء او الاقسام الخاصه اللي كل واحده منها هي 2 اس 14 بايت اللي هو تقريبا 16 كيلو بايت، كل واحده من هذين الفراجمنتس اجزاء البيانات، وبالتالي راح نحصل ايضا يعني على حجم ثابت للبيانات لكل واحده من هذه الريكوردز. تلاحظ انه هنا عندنا البايت الاول راح يكون للتايب للكونتنت تايب، 2 بايتس للاس اس ال فيرجن، 3 بايتس لللينث، بعد ذلك يجينا البيانات، واخيرا يجينا الماك. داتا اند ماك انكربتد بالسيمتريك الجوريثم، يعني يتم تشفيرها باستخدام سيمتريك الجوريثم، يعني خوارزميه متماثله باستخدام سيمتريك كيز. فاخيرا هنا راح يكون عندنا الريال اس اس ال كونكشن، الهاند شيكينج بالبدايه، هلو كلاينت، الكلاينت يرسل رسالة هلو، السيرفر راح يرسل رسالة هلو مع السيرتيفيكيشن مع الناونس يعني او السيرفر هلو دان. ثم يبدأ الكلاينت بإرسال البيانات الخاصة به، يقوم بإرسال الكي اكسشينج تبادل المفاتيح والسايبر سبيسيفيكيشنز والفينشت، ان هذا الهاند شيكينج فينشت. ثم يقوم السيرفر بإرسال تشينج سايبر سبيسيفيكيشنز والهاند شيك فينشت. ثم يبدأ هنا، طبعا هذه كلها راح تكون مشفرة، ثم يبدا تبادل البيانات ابلكيشن داتا، يترسل هنا الابلكيشن داتا يعني اذا كان عندنا تبادل بيانات فيما بينهما، واخيرا الارت وارنينج كلوز نوتيفاي، يقوم الكلاينت بارسال رساله اللي هي من تايب 1 اللي هي عباره عن كلوجر مسج، رساله اغلاق الاتصال. هنا طبعا هذا تي سي بي فين فولوز، يعني هنا فينيش ذا هاند شيكينج، مثل ما تذكرون هنا كان عندنا هذا الثري واي هاند شيكينج الخاص بالتي سي بي، هنا ياتي بعد انتهاء هذه العمليه. ايضا عندنا مساله الكي ديريفيشن اللي هو اشتقاق المفاتيح، مثل ما ذكرنا الكلاينت ناونس والسيرفر ناونس والبري ماستر سيكريت كلهم راح يدخلون على يعني يكونون كادخال الى سودو راندوم نمبر جنريتر اللي هو مولد ارقام شبه عشوائيه اللي هو بروديوسز ماستر سيكريت، راح ينتج لنا الماستر سيكريت اللي هو عباره عن ناتج من يعني تطبيق هذه السودو راندوم نمبر جنريتر على الناونس الخاص بالكلاينت، الناونس الخاص بالسيرفر، والبري ماستر سيكريت اللي تم تبادلها اثناء يعني بدايه الاتصال. بعد ذلك هذا الماستر سيكريت والنيو نونسز انبوت انتو انذر راندوم نمبر جنريتر اللي هو الكي بلوك، هذه الماستر سيكريت اللي حصلناها من الخطوه الاولى مع النونسز الجديده تدخل على مولد ارقام عشوائيه اخر اللي نسميه الكي بلوك. هذا راح يولد لنا ايضا يعني بيكوز اوف ذا ريسامبشن تو بي ديترمايند، هذا ايضا راح يولد لنا فد شيء اخر تي بي دي تو بي ديترمايند، معناته هذا الشيء متروك الى المطورين لهذه الخوارزميات او هذه البرامج لاختيار الحجم الخاص بهذا الكي بلوك. اخيرا الكي بلوك سلايست اند دايست، يتم يعني تجزئته وخلطه بحيث انه ينتج لنا كلاينت ماك كي
سيرفر ماك كي، كلاينت انكربشن كي وسيرفر انكربشن كي، واخيرا الكلاينت انيشياليزيشن فيكتور اللي هو متجه البدء، والسيرفر انيشياليزيشن فيكتور اللي هو متجه البدء الخاص بالسيرفر. هذه كلها ست مفاتيح التي يتم توليدها من خلال هذه الكي ديريفيشن. فتلاحظ انه بدل ان نستخدم كل المفاتيح عشوائيه، تكون في البدايه فقط عندنا الناونس الخاص بالكلاينت والناونس الخاص بالسيرفر والبري ماستر سيكريت، هذين فقط تكون بالبدايه عشوائيه، والبقيه كلها يتم توليدها من قبل خوارزميات معينه او من قبل دوال معينه. هذا هو كل ما يخص السكيورينج تي سي بي كونكشن اس اس ال. في المحاضره القادمه ان شاء الله راح نتحدث عن الطبقه الاخرى من السكيورتي اللي توفرها الشبكات، واللي هي النتورك لاير سكيورتي اللي هي الاي بي سيك. فخليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامه.